شلون الشباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. ما مشترك بالقناه خليه يشترك، فعل الجرس ولايك للمقطع شباب. تحياتي لكم ومنورين، واشكركم طبعا على التعليقات والتواصل. واعتذر اذا اكو تعليقات يعني ما دا ارد عليها، طبعا ظروف العمل ووقت يعني جدا محدود، فحتى من افتح القناة يعني اكو تعليقات الحق ارد عليها، اكو تعليقات يعني يعني اعبرها بدون ما يعني انتبه او الوقت ما يسمح. بس ان شاء الله يعني متواصل ويا الجميع. اليوم ما اعرف يا يوم، انتو حسبوا سابع ثامن، اول اسبوع راح والله ما ادري. على هاي الفرخات اريد منكم بالتعليقات تكتبوا لي نحارشها لو بعد وقت، انا شوي مستعجل بهاي الامور، بس اتصور بعد وقت يعني علقونا، اللي يريد نحارش خلي يقول حارش، واللي يشوف بعد وقت خلي يقول بعد وقت. طبعا اكو جم زاجل هم فوق مفتوحات من المخاليف طالعات، وهاي البقية. سألوني الشباب على عدد الفرخات، عدد الفرخات تقريبا 30-35 فرخة هيج عدد، بيهن تقريبا 25 مستورد وفد 10 عراقيات، اللي هن المحامر العراقيات والشذاري. كالعادة طيور جوعانة ومشاكل اغلبها. فتحتها متأخر لان رجعت من الشغل متأخر، فصعدت هسه ما اعرف الساعة 3-3:30 يعني وقت العشاء مالتهن تقريبا. انا اقول نخليها بعد فد اسبوع 10-15 يوم، قد تتاخر بالدشر احسن، كل ما تتاخر كل ما احسن، كون يفيد هذا المحطاط الكبير يعني عالي كلش عالي. طبعا هسه شباب انا طابق ثالث هسه حاليا، يعني تخيل انتو طابق ثالث وهذا مصعد فوق الستار مال طابق ثالث، باعش علاته باع الستار قد ارتفاعه وباعه هو قد ارتفاعه، يعني تقريبا ارتفاع فد 3.5 متر او 4 يعني من القاع لهذا السقف، فان شاء الله هم يفيدهن. سألوني شباب على الحمور على هاي الامور، ان شاء الله باكر اذا الله سهل الصبح افتح الحمر، اذا الله سهل باكر. شوفوا شباب يوم عن يوم بدن يتقربن مني الفرخات، يعني لان انا الوحيد اللي اصعد عشين وهاي الامور، فيوم عن يوم بدن يوالفن. شوفوا يوم عن يوم بدن يتقربن، فان شاء الله بالمستقبل كلها تاكل مني دي هاي الطيور، راح اعلمها على الصبر.
طبعا مسوي لهم نظام الكواخات مو ترايش جوا، يعني احسن من الترايش. كل طير له مثلث يوقف عليه. فاي الزواج اللي بدأت تجي تريد تطب من البوابة. مفروض افتح هاي الباب حتى يطبن سوا كلهن. اذا صار عندكم ملل من قضية الفرخات نسوي سلسلة جديدة وشوية نهمل الفرخات فترة. اماكو ثلاثة جوا ما طلعن. هسه الشباب يقول لك هاي الطيور ما يتجوع ما ادري شنو حرام هالسوالف. شباب هو الطير تريد تحافظ عليه على صحته على هاي الامور، وجبه واحده باليوم وثيمان لا خلاص وجبه واحده ياكل، وجبه واحده اكل ثقيل واكل نظيف وبروتين تخبط له. طبعا انا اخبط لنا بروتينات والامور هاي، بس شنو شباب تخلص من الامراض، تخلص من هواي امور. من تنطيهن علاج بالماي هم يستقبلنه. بس انا ان شاء الله اليوم راح اخبط لهن، خلي اراويكم الخبطه هسه. انا اليوم دارد اخبط بروتين، بس اكو طيور عيونها مدمعه. راح اخبط لهن مادة تنفسية. شوفوا شباب خلي بعدن شويه انت ما رد اخوفهن مني. شوفوا شباب هسه اليوم راح اراويكم الخبطه مال اليوم. طبعا هذا الاكل خشن، يعني نص طاسة اقل من نص اليوم ننطيهن، لان مباشر ذبحن الصبح. هاي كلش كافي نص طاسة. هذا الزيت مال الثوم. اقل القبق. كلش مفيد هذا شباب بالشتاء. هاي يا شباب هاي عشبة مال تنفسية، شغلة كلش راقية، يعني انصحكم بها. سنفتحها. يعني خاشوقة مسح اقل من نص خاشوقة تقريبا. يعني هاي حاولوا ذني هاي السوالف تحفظوها بمكان يعني يكون متلوح رطوبة لو شمس قوية. انا انزلهن مرات واسأل شوية الاجواء باردة يعني ما عليهن شيء. خليهم بعد اكل من هذا. هذا اكل نوعية اللخ. شوف النظافة شباب. هاي الخبطة اللي هسه سويتها انا يعني بديل على الدكسن 200 هالسوالف، لان ما رايح للسوق ما جايب الدكسن، فهذا بديل ان شاء الله. ان شاء الله من الساعة بعد
اعشيهن واطبخهن بعد ما عندي شي وياهن. يعني يوم ما لحقت افتحهن تقريبا ساعة زمان. طبعا الحمرة اللي البارحة جت يوم قلت لكم عليها قبل يومين ما اعرف التصوير راح يصير بي فرق، منزليها جوا خليها ويا ذاك البرج الجوا المعتقل. هاي حمرة، هاي شنو هاي؟ هاي حمرة طيارة معفرة. شنو السالفة؟ تربي التور صعدين فوق يجيك صيد مال حمر. هاي شو كانت حاطة لي ورا يعني؟ وهسه جيت تتمشى من سمع صوت الاكل وهالامور هاي. يلا هي لا تنزل خل تنزل. بني اربعة عراقيات، هاي ثلاثة شذار وذاك الباكستاني. هذا كراس رامبوري. هذا كراس جولدن، هذا الزحلق. طبعا الاكل من يصير بيه زيت ثوم وهالسوالف شوية الطير يعني ما يستقبله، يستقبله عالجوع. اذا هو جوعان ينجبر ياكله. زيت الثوم هذا شوية حار يصير، يعني بالاجواء الباردة يفيدك. هاي طارة الحمرة. يلا الله ياك. زيت الثوم هذا كلش كلش راقي، يعني يفيد بالاجواء الباردة. بالصيف ما يعني قليل نستعمله. شوفوا شباب لو تلاحظون الطيور اول ايام كانت عاصية هناك، هسه بدأت تفتر بالسطيح، دليل على انه الطيور بدأت تتأمن، ويعني بدأت تعرف انه هذا سطحها خلاص وامان الموضوع. طار القهوة دارسين طير اساني كل يوم، حتى من اذب اكل ما اذب بذاك المكان البعيد، اذب من هنا هيجي على الصفحة احاول اخليني افترن بالسطيح. يرادلين بعد في العشر ايام، عشرة ايام وراها ابدا احارش. هاي شوف قبل ما اعرف ايش معنى ليش يجي قبل ما ادري. ان شاء الله نروح عندنا ثلاثة والله. هسه ذني شلون تجيبهن؟ تجيبهن على الجوع. شوفوا شباب هاي فائدة الجوع. هسه صافورة صافورتين يندل المكان هني ينزل قبل عالجوع. هاي لو طيور شبعانة تلعب نفسك تظل خاطلة لي ورا ومن هالامور هاي. هسه نجيبهن.
نقدر نيجي وهنا بعد المواجهات. والله يمكن شباب راح اجيب صبغ واصبغ لهذا، شنو رايكم بالموضوع؟ اذا اجيب الصبغ اصعد صبغه. ها اكو مشروع جديد ان شاء الله. طبعا انا البارحه رحت على اساس دا اروح الكاظميه التقي بشباب جماعتنا هم مربين حمام باكستاني، على اساس نسوي لكم مقطع فيديو هم ننشره بالقناه، تعرفون على الشباب وكل شخص وش عنده حمام وش محصل مراكز وهالامور هاي بالسباقات. يعني شغله كان صارت حلوه بس صار ظرف وما قدرت اروح، يعني ما التقينا. فان شاء الله باقرب روحه للكاظميه التقي بالشباب جماعتي، وان شاء الله هم اصور لكم مقطع فيديو من هالامور هاي. يوم عن يوم بدنا يصعدين ويطيرين. لا تنسون شباب دعم المقطع، لايك والاشتراك بالقناة. ان شاء الله اشوفكم مقطع جديد. تحياتي لكم شباب.